هل لديك دقيقة ويكي لمعرفة الفرق بين ويكيبيديا ومنصة التواصل الاجتماعي؟ ويكيبيديا الموسوعة المجانية هو الموقع الإلكتروني الوحيد ضمن أكثر 10 مواقع زيارة الذي تستضيفه منظمة غير ربحية، ويتمثل هدفه الوحيد في إفادة الجمهور من خلال مشاركة المعلومات التثقيفية. بفضل سياسات الخصوصية القوية التي يفرضها، فإنه لا يجمع بياناتك كوسيلة للدفع ولا يعتمد على الإعلانات. لكن ما يجعل ويكيبيديا فريدا من نوعه حقا هو حقيقة أنه يقوده مجتمع من المتطوعين. يمكن لأي شخص خبيرا كان أو مبتدئا تعديل ويكيبيديا طالما أن المعلومات من مصادر جيدة ولها وجهة نظر محايدة. يحدد المتطوعون هذه المعايير ويدعمونها، وتدافع مؤسسة ويكيميديا عن حقهم في إدارة الأمور بأنفسهم. وبسبب هذا النموذج الذي يقوده المجتمع، يعد ويكيبيديا هو المكان المناسب الذي يقصده الناس لتعلم أي شيء عبر الإنترنت. هذا شيء يستحق الحماية، وهذا هو الفرق بين ويكيبيديا ومنصة التواصل الاجتماعي في دقيقة واحدة.